عملة ممكن تخليني مليونير، لكن إيش الإشكالية؟ الإشكالية إنه حتى لو سويت دراساتي وبحثي ولقيت هذه العملة في نهاية المطاف إحنا في بير ماركت، في ترند سلبي، فلازم نستنى إلى نهاية 2024 عشان السوق كله يطلع. هذه الإشكالية. طب إيش رأيك إني أقولك إني لقيت حاجة مثيرة للاهتمام، خلينا نشوفها مع بعض. بس قبل هذا الشيء خلينا نروح لتحليل السوق. هل وصلنا للقاع؟ هذا أحد أهم الأسئلة الموجودة حاليا في السوق. وجهة نظري الشخصية أننا لم نصل للقاع إلى الآن، وحتى لو إحنا موجودين حوالين منطقة القاع، وجهة نظري الشخصية أنه إحنا قريبين جدا من القاع. طيب إلى الآن ما جاوبتنا، هل نشتري الآن ولا نشتري لاحقا؟ في البداية هذا قرارك لوحدك وعلى مسؤوليتك الشخصية، أنا أتكلم عن وجهة نظري. وجهة نظري الشخصية أنه لم نصل إلى القاع، والسبب أو أحد الأسباب في ذلك هو الدو جونز أو الأسواق التقليدية الأمريكية. لا يزال هنالك أمامها مساحة كبيرة للهبوط والتحرك السعري للأسفل، وذلك كلنا نعرف أنه علاقة طردية مع البيتكوين والعملات الرقمية قد يؤدي إلى هبوط البيتكوين والعملات الرقمية. إذن هل إحنا في قاع أم لا؟ الإجابة بكل اختصار لا أعتقد أننا في قاع، ولكننا قريبين جدا من هذا القاع. من وجهة نظري الشخصية أن 20,000 دولار أمريكي هي حاجز سيكولوجي قوي في السوق، فلذلك كسر هذا رقم قد يؤدي إلى الذهاب إلى 16,700 دولار أمريكي بشكل سريع، ونحدث من هذيك النقاط. لكن نرجع للسؤال، هل أشتري الآن ولا أنتظر القاع؟ إذا أبغى أعتمد بشكل كلي على الأرقام فأنا راح أقول لا، أنا راح أنتظر أرقام تحت 20,000 دولار أمريكي لكي أشتري. لكن المشكلة في هذه الأسواق، وأنت أكيد تعرف أكثر مني، أن هذه الأسواق ما هي 100% أرقام، في عوامل أخرى تؤثر على الحركة السعرية. ولذلك وجهة نظري الشخصية أنني سأقوم بالدي سي اي أو الشراء بالأجزاء من المناطق الحالية بالنسبة للبيتكوين، وبعد ذلك أعمل دي سي اي على طول الطريق في حال وصولنا فعلا إلى 16,700. وهذا فقط لأجل مبدأ أني لا أريد أن أضع جميع بيضي في سلة واحدة. ولكن إذا أنا حبيت أن أخاطر راح أنتظر 16,700 دولار، ولكن إحنا نهتم في المنطق، وعلشان نكون في السيف سايد بأكبر طريقة ممكنة وجهة نظري هو عمل دي سي اي أو الشراء بأجزاء من هذه المراحل الحالية اللي إحنا موجودين فيها. طيب إيش العملات اللي أشتري فيها؟ ما في عملات أشتري فيها. من وجهة نظري الشخصية حسب دورات السوق، في دورة السوق الحالية إحنا الآن بداية دورة جديدة، لذلك أهم شيء والجوكر والرقم الصعب هو البيتكوين. بعد ذلك مع مرور الوقت في الدورة الحالية ووجود داتا وبيانات أكثر، نقدر نوزع البيتكوين اللي عندنا في عملات مختلفة. يعني حتى لو بخاطر حاليا هو الإيثيريوم مع البيتكوين. هذه وجهة نظري بكئية، وهي العملة اللي حابة أتكلم عنها اليوم. هل ممكن في عملة إذا أنا اشتريتها الآن تسوي لي ملايين بأمر الله سبحانه وتعالى في 2023، برغم أن إحنا موجودين في بير ماركت، وعلى حسب معطيات الدولة الحالية 2023 راح يكون أيضا بير ماركت؟ الإجابة نعم ولا. خليني أشرح لك ليه. العملة المثيرة للاهتمام اللي حاب أتكلم عنها هي عملة الـ XRP أو الريبل. لازم نعرف أن العملة الآن بالقرب من مناطق تجميع تاريخية وقوية. هذه أول نقطة حابة أوضحها، أنه 0.1 إلى 0.3 يعني 0.1 إلى 0.3 دولار أمريكي للـ XRP الواحد تاريخيا تعتبر مناطق شراء جدا قوية. هذه النقطة انتهينا منها. ننتقل الآن إلى النقطة الثانية، كيف هذه المعلومة أو هذه العملة راح تخليني أو راح تكون لي ملايين في 2023 بإذن الله سبحانه وتعالى؟ بكل بساطة موضوع قضية الـ SEC ضد الـ XRP. كلنا نعرف أنه في نهاية 2022 هو التاريخ أو الفترة اللي المفروض يتم البت فيه في قضية الـ XRP، لكن بسبب أنها راح تكون أعياد وكريسمس وما إلى ذلك، في مقالات وفي
ناس مختصين أو خلينا نقول باحثين بشكل كبير في موضوع قضية السيسي مع الإكس آر بي، قالوا في 2023 بداية 2023 يعني نهاية 22 بداية 23، في هذه الفترة من المفترض البت في قضية الإكس آر بي. على أغلب المعطيات اللي موجودة حاليا إن القضية هي لمصلحة الإكس آر بي، ففي حال وجهة نظري الشخصية بناء على التشارت وبناء على الفندمنتلز والأساسيات وبناء على موضوع القضية، فوجه نظري أن المناطق الحالية 0.1 إلى 0.3 دولار أمريكي للإكس آر بي الواحد تعتبر مناطق شراء جدا قوية، وإذا ربح الإكس آر بي القضية أو بيبل أو بالبيبل لابس القضية ضد الإس إي سي في بداية 23 بأمر الله سبحانه وتعالى، فلا تستبعد أن ترى الإكس آر بي بالقرب من الاثنين دولار أمريكي، ببغم من أننا سنكون أو سيكون هنالك تكملة للبير ماركت. لكن وتحت لكن حط مليون خط، لو الإكس آر بي خسر القضية، المقامة عليه من الإس إي سي الأمريكي أو هيئة الأوراق الأمريكية، فهذه ستكون القشة التي قصمت ظهر البعير، وأن في هذه الحالة الإكس آر بي ممكن ينزل إلى المراحل الأولية اللي ذكروها القدامى في السوق 0.00 إكس رقم. فهذه الفترة الزمنية فترة تاريخية، وهذه العملة شراءها في هذه المناطق يعتبر تاريخيا كويس. علشان كده قلت لك نعم ولا، ولكن هنالك شروط يجب أن يتم تنفيذها بأمر الله سبحانه وتعالى، وهنالك خطورة أيضا، لأن زي ما قلت لك ممكن تنزل في حال خسارة الإكس أو بي لهذه القضية إلى 0.00 إكس دولار أمريكي، هذا يعني نهاية بيبل كما نعرفه اليوم. فهذه معلومة اللي حبيت أشاركها معك. اعذروني إذا كان اليوم الطاقة لك شوية عليها، لكن منضغط بسبب الارتباط بأعمال أخرى من الصباح إلى الآن، فما حبيت أني أروح وأحط رأسي وأنام إلا وأنا محدث بأمر الله سبحانه وتعالى، زي ما اتفقنا إحنا مع بعض في الحلوة والمرة مع بعض through thick and thin على قولتهم في الأيام الجميلة والأيام السيئة. الحمد لله في الأيام الحمراء والأيام الخضراء في السوق دائما متواصلين مع بعض. وبكذا وصلنا نهاية مقطع اليوم، أتمنى أني وفقت أني أطرح لك تحليل بسيط عن وضع السوق الحالي، وجهة نظري عن عملة الإكس آر بي. لا تنساني من دعمي بالاشتراك واللايك والسبسكرايب، مشاركة هذا المقطع، متابعتي على وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة في صندوق الوصف. أتمنى لكم يوم جميل، لا تنسوني أنا والديني مدعاكم أكثر من صلاة الحبيب عليه الصلاة والسلام. في أمان الله.